صباح الخير. اهلا وسهلا. شلونك؟ تمام الحمد لله. اي شيف اليوم شنو محضر لنا؟ عندنا وجبه السلطه. نعم. سلطه ويب سلطة. تكون من جرجير، طبعا كلنا نعرف الجرجير مفيد، وتضيف له لحمه كمان والمشروم. وعندنا هون شماندر. نبلش بيها؟ يلا. يلا. زيت الزيتون. نعم. هون اللحمة، شرائح لحمة. نضيف ملح. نص كوب جرجير. هون المشروم، طبعا الفطر. شمندر مسلوق. صوص بلزميل. تمام. هسه الزلاطة صارت جاهزة. جاهزة، بس نضيف بس اللحمة. بس ننتظر اللحمة تستوي. تمام. اوكي. اللحمة صارت جاهزة عنا هون. هسه الزلاطة صارت جاهزة. تمام، بس نضيف لها بارميزان مبروش. اوكي. هاي السلطة صارت جاهزة. يسلموا. هسه نبلش بالطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي باني ارابياتا. رح نبدي بالطبق الرئيسي اللي هو شنو قلت؟ الباني ارابياتا. نعم. اعتبار انه اول شيء توم. اجي بشكل مختصر على مكوناتها شنو هي؟ التوم، صوص بومادورو، الطماطم مقشرة. نعم. والباني المسلوقة جاهزة طبعا. اوكي، مع كورونا. هلا نضيف الصوص. مع الزيتون شرائح. هلا نضيف الباستا المعكرونة. رشة ملح. نعم. وزيت زيتون. صارت جاهزة تقريبا. طريقتها سهلة كلش. طريقتها سهلة وسريعة. نعم. صارت جاهزة، بارميزان مبروش. صارت جاهزة.
مشاهدينا مثل ما شفتوا الطبخة صارت جاهزة وعاشت ايدك وصار حظوقها وانطيك رأيي بها. شكرا. أهلا وسهلا. مشاهدينا الاكله كلش طيبه مثل ما لاحظتوا، يعني ما طولت يعني تقريبا 5 إلى 6 دقائق وصحيه بنفس الوقت، فجربوها بالبيت وكلوها بالعافيه عليكم.